السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شفنا بعض أساسيات السكتش أب. هو بارامتر جدا بنرسم بيه سكتشات سريعة. ممكن تكون عايز تشرح لحد فكرة فبتبدأ ترسم حاجة سريعة. أول حاجة علم على الشخصية ديت، اعملها ديليت عشان تعرف ترسم. طيب خلينا نرسم مثلا شيب شكل كده. طبعا انت تقدر ترسم على أي حاجة من الحاجات ديت، يعني تقدر ترسم في بين الاكس والواي او الواي والزد وهكذا. طيب خلينا مثلا نرسم حاجه بالشكل دوت. ده هو مربع، تقدر تغير الزاويه بتاعتك من خلال انك تدوس على البكره وتبدا تحركها لفوق او لتحت. طيب بعد كده هرسم مثلا جزء هنا، هتلاقي عندك اللي هي الاكسترود او بشر بول، وهتختار مثلا الجزء ده او الجزء دوت. ممكن تختار الجزء ده تطلع شوية وتختار الجزء ده تطلع شوية. أي جنب من الأجناب تقدر تعمل سيلكت عليه وتحرك شوية الناحية دي، تحرك شوية الناحية دي. تلاقي في سهولة كتيرة جدا في الشغل. ترسم حاجة مثلا 2D وتبدأ تحولها ل 3D بسهولة جدا. يعني مثلا القلم اهوت تقدر ترسم حاجات اهوت. ده الموازي للخط اللي هو الجرين، الأحمر للجرين. اتحرك شوية لحد ما يتقابل معايا على أساس إن أنت ترسم الحاجة بسهولة. وبعد كده لو جيت هنا هتلاقي إن أنت ممكن ترسم فري هاند. بالشكل دوت تقدر ترسم أقواس بأكتر من طريقة. أرك مثلا، ممكن تضرب الأرك مثلا من هنا لهنا وتبدأ ترسم الأرك. يبدأ يضم لك دوت الشكل بتاعك. ممكن تقول له امسح الجزء دوت بحيث ان تبقى دي منضمة ليها. ممكن تقول له انا عايز ارسم ارك بنقطتين، النقطة دي والنقطة ديت، تبقى دي جزء زيادة. هتقدر تقول له امسح لي الجزء دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل اوفست، تختار مثلا الشكل ده كله وتبدأ تعمل اوفست بالمقدار دوت، وتعمل اكسترود للجزء دوت. ممكن تعمل موف حاجة، تعمل سيلكت تبدأ تعمل موف للجزء بتاعك أو تعمل لها روتيت. يعني ممكن تيجي على الشكل اللي فوق دوت تقول له روتيت بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اعمل سكيل، تختار الشكل زي ما تشوف عايز تعمل سكيل من انهي جهة. ونخلي بالنا ان في تحت بيديني بعض الحاجات، يقول له شيفت عشان انت مجبر ان انت تعملها في جهة من الجهات بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اقيس، فتبدأ تقيس مثلا من هنا، او انا عايز تكست. تمام خلي بالك التكست هنا هيبدا يجيب لي الارتفاع، هنا هيبدا يجيب لي تكست تكتب اللي انت عايزه. بيبدا يجيب لك المعلومات وانت تكتب اللي انت عايزه. تقدر تقول مثلا انا عايز اعمل الف كده اوربت، هيبدأ يلف لك الشكل بتاعك زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز بان، تبدأ تشيل الحاجات ديت. طيب الكلمة دي ممكن تدوس هنا وتبدأ تقول له دروينج بحيث يخفي الكلمة اللي كانت فوق. الستايل اللي هو الجزء دوت اللي هو بيخليلك الحاجات مثلا تظهر وير فريم، بحيث ان انت تبقى شايف الحاجة اللي ورا الأشكال، تشوف بس الخطوط الخارجية للشكل. ممكن تقول لا انا عايز اشوفها على هيئة الانلاين شيدد، لا انا عايز يظهر لي لو في كتشر للعنصر يبدأ يظهر معايا. يبقى كده عندي اللي هي الجيتنج ستارتد اللي هتبدأ منها. وتقدر تعمل زوم، لو انت عامل كده ممكن تقول له اعمل زوم كله. ممكن تقول له اعمل لي زوم على الجزء معين
بالشكل دوت، تدوس على زر الشمال وتبدأ تسحب وتبعد بالشكل دوت. زي ما انت شايف البرنامج سهل وبسيط ان انت تشتغل بيه وتطلع شغل في ثواني، وبصراحة برنامج ممتاز. يعني ناس كتير بتحب ان هي مثلا عايز تشرح فكرة معينة او عايز تنزل حاجة معينة، والتعلم بتاعه بسيط، يعني خلال ساعة مثلا الحاجات اللي انا استخدمت كتير جدا من الادوات، وبالممارسة تعرف الباقي ان شاء الله.